وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك كلما نبحث في الروايات والنصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نرى أن هنالك آفاقا واسعة لا نتصور أن قضية الإمام المهدي قضية بسيطة وأن الإمام المهدي هو من ذرية الزهراء سلام الله عليها ومن ذرية الإمام الحسين عليه السلام وأنه الغائب وانتهى الأمر، الأمر في الروايات الشريفة هنالك روايات تستدعي منا أن ننظر إلى قضية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف والمرابطة والاستعداد المستمر باستمرار في قضية الانتظار للامام عجل الله تعالى فرجه الشريف تستدعي من كل انسان مؤمن ومؤمنه ان ينظر الى قضية الامام المهدي ويوليها اهتماما كبيرا لان القضية المهدويه هي قضيتنا وعلينا ان نركز اكثر فاكثر فيما يبين لنا اهل البيت في معرفة الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف و كيف علينا ان نعرف الامام؟ هنالك روايه وارده عن الامام صلوات الله وسلامه عليه انه الامام كيف يعبر عن نفسه؟ كيف علي ان اعرف الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ اهل البيت لما امرونا بمعرفه الامام وانها واجبه وانها وان الانسان الذي لا يعرف الإمام يميت أو يموت موتة جاهلية أو يهودي أو نصراني. كلمات يعني فعلاً إذا الناس التفتوا إلى النص وإلى مضمون النص ودلالة النص يجدون أن قضية الإمام المهدي ليس هذا الموضوع الهين اللي مستهان به. نعم الناس انشغلوا عن الإمام وهذا الانشغال عن الإمام هو سبب في الانتظار الطويل واستمرار الغيبه ولو ان الناس توجهوا الى قضيه الامام المهدي وعقدوا مجالس الاستغاثه بالامام في المساجد والمراكز والحسينيات والبيوت وعقدوا مجالس معرفه الامام المهدي وقراوا في الامام ونشروا القضيه المهدويه في كل مكان ونحن الحمد لله في العراق نجد هنالك حاله ايجابيه كبيره ان الجامعات ما زالت تنبض، هنالك كثير من الشباب المؤمن والفتيات المؤمنات لهم هذه التوجهات المهدويه ويقيمون هذه البرامج وهذه نقطه ايجابيه مهمه جدا للغايه، ليس الامر ان هنالك احتفال يقام، لا، القضيه تتعلق بمعرفه الامام، اننا نخطو الخطوات الصحيحه في حياتنا. أنت إنسان دكتور، أنت إنسان مهندس، أنت إنسان عامل، أنت إنسان موظف، أنت إنسان.. تكن من تكن في أي مسؤولية عندك، أي مسؤولية، لابد أن تجعل أن لا تهمل هذا الموضوع. لا تجعل هذا الموضوع أنه نهمله وما نهتم فيه، لا. نولي هذا الأمر اهتمام. ولو جعلته اهتماماً في قضية الإمام لوجدت لو أن الخيرات والبركات تنهال عليك، هذا أمر إلهي. هذا امر غيبي ان قضية الامام الذي يبحث والذي ينشر والذي يركز على قضية الامام المهدي ويوجه الاخرين ويوجه من حوله ولو انه والدي والدتي زوجتي زوجي اخواني اهلي حتى في الدائرة الضيقة حتى في دائره الاصدقاء في هذه الدائرة ان مثلا وجدنا رواية جميلة قرأت رواية جميلة في كتاب مثلا مكيال المكارم او يوم الخلاص الروايه اخذها واكتبها وانشرها في الجروبات بهذا المقدار يوميا انشر روايه عن الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه توعيه ليست توعيه كامله ولكن هي خطوه في قضيه الامام صلوات الله وسلامه عليه الراوي هو عن ابراهيم بن محمد العلوي قال حدثني طريف طريف ابو النصر قال دخلت على صاحب الزمان عليه السلام مصطلح صاحب الزمان انه ليس هو الان يعني في الروايات نجد انه الصاحب لهذا الزمان لهذا العالم هو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول دخلت على صاحب الزمان عليه السلام فقال علي بالصندل الاحمر فاتيته به، يعني هذا ما يلبس انه علي به ائتني به، فجئت بهذا الشيء للامام عليه السلام، ثم قال له الامام هو يقول انه دخلت على صاحب الزمان والامام يقول له اتعرفني؟ يعني كيف لا يعرفه؟ هذا يعرف انه هذا هو الامام المهدي هذا ابن الامام الحسن العسكري جده الامام علي الهادي هذا من ذريه رسول الله هو حجه الله. فالامام لماذا يقول اتعرفني؟ الامام يريد ان يبين معرفه ليست هذه المعرفه الدائره والمنتشره. يبين الإمام معرفة لهم أهل البيت يريدون منا أن نعرفهم وأن نتوجه إليهم كما هم يريدون بهذه الطريقة مو على ذوقي ليس على ذوقي وعلى فهمي وعلى معرفة الناقصة أنا بالنتيجة إنسان ما دارس حوزة الكلام ليس موجه للحوزة ليس موجه لطلبة العلم موجه إليك أنت اللي إنسان عندك سوبر ماركت أنت الإنسان تعمل موظف في أي مكان الكلام موجه لنا جميعا كبار صغار الإمام يقول دخلت على صاحب الزمان ثم الإمام يقول لي أتعرفني يعني شنو أتعرفني طبيعي أعرفك أنت صاحب الزمان الإمام يريد يبين أن المعرفة ليست هي المعرفة اللي أنت تعرفها ليست هي هذه المعرفة اللي هي منتشرة بين الناس اللي الناس هم الآن يعرفون الإمام المهدي بهذه اللغة وبهذا التو... وبهذا الامر قال تعرفني؟ قلت نعم شلون ما اعرفك سيدي؟ فقال من انا؟ من انا؟ انت مو تعرفني؟ نعم من انا؟ فقلت انت سيدي وابن سيدي. الان هذه نقطة مهمة انه من انا؟ انت سيدي انت امامي وابن امامي انت الامام المهدي ابن الامام الحسن العسكري اي نعم اعرفك الامام يركز على هذه النقطة اللي احنا لما نتكلم عن معرفة الإمام المهدي هذه المعرفة المهمة. هذا الاهتمام اجعل اهتمامي بمعرفة إمامي جدا عامل مهم في حياتنا اليومية. إلى أن الإنسان يرحل من هذه الدنيا. وأول سؤال يسأل في القبر هو معرفة الإمام. يعني هذه المعرفة تلازمك في بيتك، مع أهلك، في عملك. أنت مستيقظ، أنت نائم في كل حياتك. لو مررت بمراحل صعبة مؤلمة في حياتك وأنت لك معرفة ولو جزئية بالإمام وتستغيث بالإمام ستنظر إلى الأثر الكبير. يعني يوم اللي أنا أتوجه للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأنا بحالة خشوع وانكسار قلب. التفتوا جيدا لمفردة انكسار. انكسار قلب يعني قلبي مكسور اتوجه للامام عندي حاجه ابني مريض بنتي مريضه امي ابوي عندي حاجه مهمه جدا ما ادري شنو اسوي ما ادري المن اقول ما ادري منو اللي يتمكن يحل هذه المشكله فاقول يا صاحب الزمان والدمعه تجري يا حجه الله يا امام زماني ما عندي احد غيرك لما عندي معرفه اللي هو الامام يصير عندي انكسار آفاق من النور تفتح أمامي النور يدخل إلى قلبي بمجرد يكون عندك انكسار قلب انكسار القلب أحبتي المشاهدين إلى تأثير مهم في مناجاتي مع الله تبارك وتعالى وحتى في مصيبة الإمام الحسين عليه السلام حتى في خطابي مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فقلت أنت سيدي وابن سيدي فقال ليس عن هذا سألت أنا ما سألتك أنه أنا أنا منو وابن منو؟ فإذا هذا سؤال مهم يعني تعرف الإمام الآن مثلا أنت الآن احنا بالجانب العادي فلان تعرفه؟ نعم هذا فلان ابن حج فلان مو هكذا نقول؟ فلان إنسان ابن حج فلان، أم فلانه هل مثلا هذا الشاب ابن فلان؟ هذا هالمعرفة الإمام يريد أن يبين مو هذه المعرفة اللي انتم تداولوها بينكم أنت فلان ابن فلان ابن عمك ابن فلان ابن فلان منطقة لا لا مو هذا لا مثل واحد يجي عندك يقول لك عرفتني منو أنا؟ تقول له أنا نعم ابن حج فلان أنت مو هذا الفهم المعرفة للإمام المعصوم عليه السلام ليست هذه المعرفة ثم نحن إذا صار عندنا إشكال نتريث أنا أقول لأن البعض المتابعين لما بعض الروايات أذكرها البعض بعدين يتصل علي يتواصل معي على الانستغرام وهذه حالة جدا جيدة البعض يتواصل وياي أنه يسألون بعض ما أقول فيه لا تنفي مباشرة عندك أنت إشكال على فهمك للرواية أكيد ما عندك إشكال على الرواية عندك على فهم الرواية فلازم تتريث لازم ما تستعجل لازم تنتظر شوية شوية اسأل شنو هذا أنا ما فهمته ممكن توضحون أكثر إلي هذه ماكو مشكلة فإذا الإمام يقول ليس عن هذا سألتك إنه أنا فلان ابن فلان، لا قال طريف فقلت جعلني الله فداك فبين لي أي معرفة يعني؟ بين لي أعطيني وضح لي شنو؟ فقال أنا خاتم الأوصياء أنا أنا صاحب الزمان أنا المهدي سلام الله عليه أنا خاتم الأوصياء مو ابن الامام، صحيح ذاك عظيم ابن رسول الله، ابن الامام الحسن العسكري، ولكن انت تعتبره خاتم الاوصياء وبي يدفع الله عز وجل البلاء عن اهلي وشيعتي. يعني ايها الناس انتم الان في نعمه، انت الان حياتك ماشيه، الجانب المادي ماشي. زوجتك، بنتك، امك، ابوك، اهلك، اختك، اخوك، انت في العائله امورك طيبه. ماشية حياتك ماشية حتى إذا ليس بالذاك اللي أنت تتوقعه، ذاك اللي أنت تريده، الطموح اللي عندك، الرؤية اللي عندك لا بهذا المقدار اللي أمورك ماشية أنت في هذه الحياة، بهذا المقدار هذا نعمة لطف من الله تبارك وتعالى، زين هذه النعمة أنت ما تفكر شلون هذه النعمة؟ ما تفكر أنه الله سبحانه وتعالى شلون من على الناس بالخير والبركة والنعمة والناس ماشيين حياة طيبة ما تفكر ليش ما تفكر أن سبب أن الناس يتعايشون يتزاورون الناس رايحين جايين محلاتهم مجمعاتهم أسواقهم بيوتهم حياة ماشية عادية زين ما تفكر أنه هذا كيف يكون ذلك كل ذلك الإمام يقول يدفع الله عز وجل البلاء على الناس عن اهلي وشيعتي هو السبب هو الامام الامام حامينا الامام هو اللي يحمينا الامام هو السد المنيع فاذا لما تعرف ان الامام المهدي هو ذلك الانسان اللي هو خاتم الاوصياء عندنا انبياء منذ ان خلق الله ادم ادم نوح ابراهيم عيسى موسى رسول الله عندنا الانبياء اللي كانوا وبدايه الاوصياء بامير المؤمنين والخاتم هو الامام المهدي صلوات الله وسلم عليه، رسول الله خاتم الانبياء والامام المهدي خاتم الاوصياء، اذا هذا الامام هذه العظمه، هذه المكانه لانه خاتم الاوصياء ليس امر عادي على مستوى العوالم، على مستوى الوجود، على مستوى الولايه التكوينيه والتشريعيه، عالم التكوين، عالم الافلاك والاملاك، كل عالم الوجود الامر ليس بهين، خاتم الاوصياء هو وايضا الله، الان نحن بخير ببركه الامام. الله دفع عنا البلاء، انت ما تعرف ال... انت تنظر الى الظاهر ما تعلم انه خلف الستار ماذا يجري؟ هو بركات الامام، فاذا لما تعرف الامام هو الحصن الحصين هو الذي هيأ لك هذه الاسباب. الامام المهدي هو خلاك انت تعمل مكان ويكون عندك راتب شهري او تعمل الله فتح عليك باب الرزق، انت تصور انت شاطر، انت محصل هذا الرزق، او انه امورك ماشيه انه هكذا لا 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 كله بركات الامام المهدي. كل حياتنا، اليوم درست جبت اجابه جيده، هاي بركات الامام المهدي. رحت كان عندك مريض وصار زين، هذا بركات الامام المهدي. راح ابنك اخوك درس وجاء بنتيجه جيده، بركات الامام المهدي، كل حياتنا. كل تفاصيل جزئيات حياتنا مربوطة بالإمام ولكن نحن نجهل هذا الشيء هذه معرفة من نوع فإذا معرفة الإمام ليس فلان ابن فلان لا وإنما خاتم الأوصياء وأن الله يدفع عنا البلاء أيضا رواية أخرى يتكلم أنه الإمام المهدي هذه نوع آخر من المعرفة هذا هذا نموذج أذكر لكم نموذج آخر أنه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في الرواية أنه ما يواجه من الناس وهذه مشكلة كبيرة ماذا يواجه الإمام من الناس؟ شلون يتعاملون مع الإمام المهدي؟ الناس لما يظهر الإمام الإمام يذكر رواية هذه الرواية مؤلمة أنه ما عانى ويعاني وسيعاني الإمام بعد الظهور من الأمة أكثر من رسول الله رسول الله صلى الله عليه واله يقول ما اوذي نبي بمثل ما اوذيت، كل الاذيه وكل الالم اللي ورد علي ليس هنالك انسان تالم مثل ما تالمت انا، رسول الله يقول. الامام المهدي يقول انا اللي واجهته اللي راح اواجهه شنو راح اواجهه؟ خلينا نقرا الروايه وشوفوا الالم. لذلك الانسان اللي ما يعرف الامام راح الامام يالم الامام، راح ياذي الامام. من حيث يعلم او لا يعلم هذا الجهل بمعرفه الامام اللي منتشر في كل المستويات في المجتمع بصراحه كل القضيه انه كل انسان يتصور انه هذا المشروع اللي هو ماشي به حتى المشروع الديني حتى العمل الاجتماعي حتى العمل الخيري كل الكل يتصور حتى المتدينون واقعون في هذا الخطا يتصور العمل الديني والاجتماعي والخيري والثقافي اللي يعمل به أهم من قضية الإمام المهدي لمن عند جهل بقضية الإمام يقع في هذا المستنقع ويبقى هكذا من دون أن يجد حل الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام فضيل بن يسار إذا تبحثون بالتأريخ تجدون من أصحاب الإمام الصادق الإمام عنده مجموعة من الأوتاد كل إمام عنده مجموعة من الاوتاد احنا ليش ما نفكر انه انا كل واحد من عندنا بأي مكان تكون لا تقول انا منو وانا شنو لا انت تتمكن ترتقي ترتقي وتصل الى درجة مهمة يقول الفضيلة ابن يسار سمعت من الامام الصادق عليه السلام يقول ان قائمنا اذا قام استقبل من جهل الناس اشد شوف العبارة اشد يعني جهل الناس شيء وما يستقبله الامام المهدي من جهل الناس، هذه مشكلة. احنا الان نعاني من جهل. قد يكون انسان اكاديمي ولكن جاهل بالقضية المهدوية. قد يكون انسان طالب بالحوزة العلمية ولكن جاهل بالقضية المهدوية. هذا دارس منطق واصول وبحوث ولكن لا يعرف من الامام المهدي. هي هذه الطامة الكبرى. هي هذه المشكلة لما ليست لدينا عقيدة صحيحة. فقد يكون دكتور ومهندس وأكاديمي وأيضا قد يكون طالب متفوق بالحوزة ولكن لا يعرف الإمام ما. هاي مصيبة هاي مصيبة الإمام مع هالنماذج من الناس المصيبة مع العالم الذي يجهل الإمام صلوات الله وسلامه عليه الآن ما أتكلم في التبعات ولكن لما أقول هذا الكلام حتى كل واحد من عدنا يشعر بالمسؤولية ويتحمل المسؤولية ويبدأ من الآن في البحث في قضية الإمام وذكرت لكم أبسط شيء أنه يومياً 10 دقائق ربع ساعة أدخل على اليوتيوب هذا اللي ما عنده خلق يقرأ كتاب يسمع محاضرات مهدوية في الإمام المهدي إن قائمنا إذا قام استقبلا استقبل من جهل الناس أشد مما استقبله رسول الله شوف رسول الله كثر متأذي من الناس الإمام يستقبل من جهل الناس، شوف العباره جهل يعني هذا جاهل هذا ما يعرف قضيه الامام المهدي، هذا لا يعي القضيه المهدويه، ما عنده ذيك العقيده المطلوبه، هذا يعرف الامام الامام المهدي ابن الامام الحسن العسكري حجه الله بهذا المقدار اهل البيت يرفضون هذه المعرفه ما يريدون هذه المعرفه لذلك الجهل اللي يواجه الامام المهدي في هذا العصر يعني احنا في عصر التقنيه والتكنولوجيا وهذا العصر وهذا التقدم الكبير هذا السوشيال ميديا وهذه مواقع التواصل وجود اليوتيوب كل عوامل العلم والمعرفه يعني ذاك الوقت الناس يدورون كتاب محاضره الان يعرفون كلمتين ثلاثه الان بين يديك بهذه الاجهزه كل شيء موجود عند الانسان فليش الانسان ما عنده علم ليش الانسان يعيش الجهل هذا يقول مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله من جهالة الجاهلية من جهال الجاهلية جهال الجاهلية اش كثر أذوا النبي اش كثر حاربوا النبي اش كثر طعنوا في رسول الله اش كثر رسول الله تحمل منهم من المصائب والمحن الإمام المهدي يتحمل من المقربين له يعني من الذين يواجههم أكثر قلت وكيف ذلك فضيل ابن يسار يقول للامام الصادق عليه السلام يعني كيف؟ كيف ان الامام المهدي يواجه جاهليه اكثر؟ يعني هذا عصرنا بالنتيجه عصر علم، عصر معرفه، صارت اليوم الكتب موجوده، البي دي اف موجود، الكتب الالكترونيه موجود، موجوده، تطبيقات تطبيقات الكتب بالالاف موجوده. قبل الناس ما كان عند الكتب هذه، ما كان بامكانها تحصل هذه الكتب والمكتبات. كان هنالك حرب اباده وقتل وتشريد. ومحاربه لاهل البيت وفكر التشيع الان الامور موجوده في كل شيء هذا في عصر الامام الصادق فكيف الان في عصر الامام الصادق هكذا كيف الان الامور مهيئه اكثر فاكثر قال يعني الامام الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله اتى الناس وهم يعبدون الحجاره صنم من الحجاره مسوي الرسول لما جاء الناس يعبدون الحجاره أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة هذا الخشب اللي مثل اللي يعملون فيه الأصنام يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لما أجى إلى الناس أجى والناس يعبدون الأصنام من الخشب من الحجر من أي شيء آخر وإن قائمنا يعني مشكلة النبي مع ذول عبادة الأصنام وإن قائمنا إذا قا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله ويحتج عليه به هذه الطامة الكبرى يجي الإنسان يتصور هذا الإنسان يقول لك أنا دارس حوزة أنا إنسان عالم أنا دارس في القرآن الكريم أنا دارس بحوث حوزوية أنا دارس القرآن الكريم انطالع التفاسير فيقف أمام الإمام القرآن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني القرآن نزل في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله نزل في دار فاطمة عليه السلام نزل في, نزل في دور محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم هم أعلموا بالقرآن علي مع القرآن والقرآن مع علي إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عترة زين القرآن هم أهل البيت أعرفوا من القرآن أعرفوا بالناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن والمفسر والمؤول والمحكم والمتشابه كل القرآن أهل البيت هم أعرف به ولكن جهل بعض الذين يقولون نحن من شيعة أهل البيت هذه الطامة يأتي ويؤول القرآن بخلاف ما يقول الإمام المهدي في زمان رسول الله الناس كانوا يعبدون الأصنام يا بتعالى اعبد الله يقول لك لا أنا أعبد الصنم هذا أفكار جاهلية جاهلية صارت في هذه القرون الأخيرة صار جاهلية مقنعة بلون جديد تعال هذا الإنسان اللي يقول أنا أفهم أنا مسلم وأنا شيعي ولكن أنا أؤول القرآن كما أفهم وإمام زمانك لا يقف أمام الإمام المهدي هذه الطامة هذا الجهل المعرفي اللي الإنسان عنده الجهل بمعرفة الإمام يقع في هذا المنزلق يهوى في هذه الدائرة الضيقة اللي لا يتمكن أن يخرج من هذه البوتقة ويجد نفسه في عنق الزجاجة لا يتمكن أن يعمل شيء لذلك هم كانوا يعبدون الأصنام هذه مشكلة النبي معاهم وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله ويحتج عليه به مو بس هذا يأول القرآن على ذوقه وعلى فهم البايخ وعلى الجهلة وماذا ويحتج على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ملاحظين شايفين المشكلة وين هذه مشكلة كبيرة وهذا الجهل كبير اللي ستعاني الأمة من من هذه النماذج التعيسة فلذلك ثم قال أما والله ليدخلن عليهم عد عدله أما والله ليدخلن عليه عدله يعني الإمام تصور هذا أربعة خمسة عشر ألف واحد يؤولون القرآن كما يريدون طول بالك الإمام ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر القر يعني البر الإمام يدخل يدخل القضية المعرفية ويدخل عليهم العدل في واقعهم في بيوتهم تصور يعني الإمام راح يسكت عليهم شلون الحر والبرد يدخل البيت يعني أنت الآن بيتك صار بارد شلون يدخل بإذنك لما الدنيا تصير حارة وصير صيف ويدخل حرة إلى داخل البيت بإذنك ليس بإذنك الإمام بولاية تكوينية تشريعية بأي ولاية الإمام سلام الله عليه يدخل عليهم العدل شنو هو على كيف يجي يأول القرآن الكريم وعلى فهمه وذوقه ومزاجه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لما يظهر الإمام بعدله يدخل كل إنسان يعطيه حقه خلاص ما في مجال أنه أنت تفسر على كيفك أنت تحكم على كيفك أنت تفهم الأشياء على كيفك لا الإمام المهدي حجة الله لسان الله الناطق صلوات الله وسلامه عليه وهو يحكم كما يرى رواية أيضا معرفة الإمام بجانب الآخر جانب آخر البعض يقولون إحنا نحب الإمام المهدي وإحنا نعشق الإمام المهدي ونحن متيمون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه لذلك نسعى ليلا نهارا ونبحث عن الأدعية الأذكار البرامج حتى نشاهد الإمام كثيرون الآن كثيرون هسه أنت أول عدل صلاتك صلاتك لا تصير قضاء أنت صلاتك صلي في وقتها انت صومك ليكن صوما صحيحا. هذه الذنوب المعاصي اللي انت ترتكبها عدلها، عدل سلوكك، عدل اخطائك. تعامل مع الناس تعامل طيب، خلي نصلح هذه الامور اللي فينا، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، تعال عدل نفسك، اصلح نفسك. هذه الذنوب والاخطاء اللي موجوده بحياتك، عدلها، صلحها، بعدين فكر ان تشاهد وتتشرف بلقاء الحجه ابن الحسن. عجل الله تعالى فرجه الشريف الشيخ طه طه نجف لما طلب من امير المؤمنين ماذا اراد؟ اراد انه هذه الاحكام الشرعيه هو ما طلب مشاهده الامام من كبار علماء النجف رحمه الله عليه طلب من الامام انه ان يبلغه انه اعمال مرضيه عندهم ام لا بهذا المقدار فكثير ايضا من علمائنا الذين استغاثوا بالامام المهدي ما يطلب المشاهده هسه كثير يقول لا ارد اشوف الامام اشوف نور الامام هذه الطله البهيه للامام المهدي سلام الله عليه لا 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 هذه هذه مو من اختصاصك الا اما يبينون شيء اخر يعني انت لا تطلب مشاهده الامام انت لانه عندك ثغرات كثيره اقعد واجلس مع نفسك راقب سلوكك واظب على اعمالك حاسب نفسك انظر الى اخطائك انظر إلى المحرمات والذنوب والمعاصي اللي ترتكبها أنت تعال افتح باب جديد مع الله تبارك وتعالى افتح صفحة جديدة مع الله بعد ذلك لا تطلب المشاهدة الإمام زين شلون أرد تواصل مع الإمام أنا أحب الإمام أنا أعشق صاحب الزمان أنا إنسان كل حياتي هو الإمام المهدي زين أرد أشوف الإمام يقول لا 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 تريد تتواصل مع الإمام راح أبين لكم كيف أتواصل فإذا إحنا نريد الآن نعمل ارتباط كيف أرتبط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كيف أوثق العلاقة بيني وبين الإمام المهدي الإمام يقول لك عن طريق سفير الإمام المهدي سلام الله عليه محمد بن عثمان اللي الآن بالخلاني مدفون في بغداد السفراء الأربعة للإمام المهدي سلام الله عليه مدفون مدفونين في بغداد ومن يذهب اليهم ومن يسال عنهم هذه الاسماء مربوطه بالامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فالامر هكذا انه اجابه على كثير من التساؤلات هذا جانب اخر معرفي انه انا اعرف الامام المهدي وليس معناه انه اعرف الامام ابحث عن مشاهده الامام احمد بن ابراهيم الروايه موجوده في كتاب مكيال المكارم اللي من الكتب انا انصح الجميع سيما الشباب اقتناء هذا الكتاب. وموجود ايضا على بصوره بي دي اف وغير بي دي اف موجود على الانترنت. قراءة الكتاب جدا مهم. وراح تشوفون تبحثون عن تجدون معلومات فريده في كتاب مكيال المكارم. كتاب مكيال مكارم الجزء الثاني صفحه 346 عن احمد بن ابراهيم قال شكوت الى ابي جعفر محمد بن عثمان اللي هو سفير الإمام المهدي في أيام الغيبة الصغرى شكوت ماذا؟ شوقي أنا مشتاق أنا عندي شوق فعلا صادق مشتاق للإمام المهدي شوقي إلى رؤية مولانا عليه السلام عندي شوق للإمام المهدي فقال لي أجابني فقال لي مع الشوق تشتهي أن تراه يعني أنت مشتاق للإمام هل تريد أن ترى الإمام؟ هذا تقصد انه انا مشتاق للامام وشوق جدا كبير زين المراد انه تريد ان تشاهد الامام فقلت نعم نعم اريد اشاهد الامام انا الان غيبه صغرى وانا لم اتشرف بلقاء الامام اريد اشوف الامام مشتاق له فقال لي شكر الله شوقك جزاك الله خير هذا شوق جيد وعندك شوق للامام المهدي وعندك اشتياق للامام هذا امر جدا جيد وأراك وجهه في يسر وعافية إن شاء الله شوف الإمام عبارة في يسر وعافية عافية ليس في الجسم فقط في الدين عافية في المعتقد هنالك الكثير من الناس يعتبر من أتباع أهل البيت ومن الناس المؤمنين ولكن عقيدته بأهل البيت ضعيفة يصل إلى أماكن يقول هذا فيها غلو ما فيها غلو المشكلة فيك أنت ليس هنالك غلو الغلو في عدم فهمك لروايات أهل البيت لأنك قاصر ومقصر في فهم روايات أهل البيت، لذلك ما يكسر فيه، يقول أنا مشتاق أشوف الإمام، يقول شكر الله شوقك وأراك وجهه في يسر وعافية، إن شاء الله تتيسر الأمور وأنت تكون بعافية في دينك، في عقيدتك وتشوف الإمام إن شاء الله. لا تلتمس إن شاء الله هو يقول يعني إن شاء الله تتيسر الأمور وتشوف الإمام ولكن شوف العبارة هنا نائب الإمام بالغيبة الصغرى يقول له لا تلتمس يا أبا عبد الله أن ترى لا تطلب لا تطلب أنه أنا أرد أشوف الإمام المهدي هذا الطلب لا تطلبه زين هالناس اللي يطلبون ورد اشوف الامام المهدي، وهذا يقول اسوي اعمال حتى انظر الى الامام المهدي في عالم الرؤيا، وان شاء الله احلم بالامام، وهذا يقول شفت الامام من وين شفت الامام؟ يا جماعه. واحد يقول انا شفت الامام، والله شفت الامام المهدي، وين شفت الامام المهدي؟ بالرؤيا شفته، من يقول ان هذا الامام المهدي؟ من قال لك هذا الامام المهدي؟ انا بالرؤيا فهمت انه هذا الامام المهدي، من يقول ذلك؟ يقول انا في عالم اليقظه شاهدت الإمام من, يق... من, يقول لك أن هذا هو الإمام كيف تجزم أن هذا هو الإمام المهدي حتى في عالم اليقظة تقول أنا شفت للإمام شفت هذه الملامح حتى الملامح اللي شفتها هذا مو صحيح هذا تجري على الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه سرعة لا تقول أنا والله شفت الإمام والعباس شفت الإمام طول طيب بارك يا أخي شلون شفت للإمام ومن يقول هذا الإمام حتى في الرؤيا انا شفت اللي ما في عالم الرؤيا وشفت وجه كله نور من يقول هذا الامام هسه انت شنو انت ابراهيم الخليل حتى رؤياك هي رؤيا صادقه شلون نقدر احنا نصدق كل رؤيا شفناها ان شاء الله هذا واحد عبد من عبيد الله ان شاء الله نعتبره رسول من رسول الامام واحد من اصحاب الامام ان شاء الله يعني هذا رد فائل كل واحد يقول انا شفت الامام هذا يقول انا شفت الامام وين شفت الامام بسرعة بسرعة تجزمون بذلك أنت تعرف من الإمام المهدي تعرف عظمة الإمام مكانة الإمام حتى كل واحد من عندنا يقول أنا شفت للإمام شنو على كيفك الأمور ليس بهذه السهولة المشك... ليش نحن بسرعة نقول أنا شفت الإمام لأنه ما عندي عقيدة صحيحة من أعرف لأنه إذا تعرف الإمام ما تتجرأ تحكي بهذه الطريقة يا أبا عبد الله لا تلتمس يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله أن تراه فإن أيام الْغَيْبَ تشتاق إليه اشتياق للإمام المهدي مو أنت تشتاق أيام الغيبة بأكملها يعني عالم الوجود يشتاق للإمام المهدي أيام الغيبة يعني هذا كلام كلام فوق فهم الإنسان أيام الغيبة لمن يقول له يعني عالم الوجود يشتاق للإمام البحار تشتاق للإمام السماوات والارضين تشتاق للامام. الهواء والحجر والنبات تشتاق للامام. عالم الوجود يشتاق للامام، انت تفكر بنفسك. قال له فان ايام الغيبة تشتاق اليه ولا تسال الاجتماع معه. لا تسال لا تطلب من اليوم طالع بعد لا تطلبوا من الله رؤيه الامام المهدي. انا اريد اشوف الامام، اريد اسوي اعمال حتى اشوفها في عالم الرؤيا. والتقى بالامام انها عزائم الله الامر يرتبط بالله باراده الله تبارك وتعالى الامر ليس بالامر الهين الفاصل بيننا وبين الامام ما لا يعلمه الا الله لا تصور الامور هينه لما اقول هذا الكلام لا اريد ان ابعد بينك وبين الامام اريد ان تعمل اريد منك ان ترتقي أريد منك أن تحاول أن ترتقي بأعمالك بسلوكك بدعائك بمناجاتك هذه الليالي تقضيها بالعبادة وين صلاة الليل وين المناجات وين الإنسان يجلس قبل صلاة الصبح ويناجي الله تبارك وتعالى وين الإنسان اللي يعمل تعقيبات وين صلاة الخاشعين اللي عندنا وين زياراتنا للأمة وين أعمال الخير اللي نعملها وين ابتعادنا عيوننا كثر ملوثة بالمعاصي آذاننا ملوثة بالمعاصي الموضوع ليس بهال... بهالطريقة بهالسهولة هي أن الإنسان يريد يشوف الإمام وانتهى الموضوع يقول فإن أيام الغيبة تشتاق إليه ولا تسأل الاجتماع معه لا تطلب لا تطلب أن تجتمع مع الإمام إنها عزائم الله إرادة الله تبارك وتعالى لو كنت أنت مهيئا الإمام يأتي إليك إذا فعلا أنت مهيئ عندك ذاك الإيمان ذلك النقاء ذلك الطهر ذلك القرب من الله تبارك وتعالى إذا عندك الله تبارك وتعالى يهيئ أنها عزائم الله والتسليم لها أولى التسليم المطلق سلمت أمري إلى الله سلم أمرك إلى الله لا تعترض لا تنتقد لا تقول إلهي لماذا لا تقول يا صاحب الزمان لماذا ليش هكذا ليش وضعي هكذا لا تنتقد انتبه أن تعاتب الإمام أن تلوم الإمام أنت مو كفو تلوم الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لأنه هذا راح يأثر عليك راح يأثر على عبادتك راح يأثر على إيمانك راح يأثر على عقيدتك التسليم المطلق أن نسلم للإمام المعصوم هذا أهم عامل أهم شيء الآن أن نسلم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه والتسليم أولى هذا مهم موضوع التسليم يعني ما أرد أقول إن الإنسان بدون أي شيء ولكن إذا كان أمر من الإمام المعصوم كلام من حجة الله أسلم بدون انتقاد حتى قلبها انتبه حتى قلبا يمكن واحد لسانا يسلم بالإمام المعصوم عليه السلام ويسلم له ولكن في قلبه الشيطان يلعب لا حتى قلبك اضغط عليه قل انا تسليم مطلق للامام المعصوم والتسليم لها او لا ولكن زين شلون؟ انا اشتاق للامام انا احب الامام انا عاشق لصاحب الزمان انا انسان مهدوي انا انسانه مهدويه زين شلون؟ شنو نسوي؟ زين اذا ما اشوف الامام وما اطلب رؤيه الامام، زين شنو الحل؟ الحل وتوجه اليه بالزياره، زور الامام. زياره ال ياسين مثلا دعاء الغيبة زمن الغيبة ادخلوا في كتاب مفاتيح الجنان وكتب الأدعية وشاهدوا كثر في أدعية موجودة إلهي عظم البلاء أقرأ هذا الدعاء زيارة آل ياسين سلام على آل ياسين أقرأ هذا هذه الزيارة فإذا أنت مشتاق للإمام قبل ما تقول زيارة آل ياسين أكو مقدمة أقرأ المقدمة الرواية أيضا شوفوا الكلمات كثر لها أهمية كبيرة توجه توجه الى الامام المهدي بالزياره، زيارة الامام المهدي. فإذا اشتياق للامام حبي وغرامي وعشقي وولهي بحجة الله لا تطلب الجلوس معه واللقاء به وانما توجه اليه بالزياره، زين ليش ما اشوفه؟ سلم. ليش ما اشوف الامام؟ الان تسليم، خلاص. انت في هذا الموضوع عليك ان تسلم بهذا المقدار. روايه جميله وكثير من الاشكالات اللي موجوده عند البعض تعالج هذه الاشكالات. بعد اعطيكم روايه اخرى قبل ختام البرنامج. روايه ايضا في العقيده بالامام المهدي. واختار لكم هذه الروايات بعنايه لانه ادري الانسان اللي يستمع ويتابع البرنامج راح يوصل اذا تابع الروايات وجلس وبيده قلم وورقه وسجل. وبعدين هذه النصوص اللي انا اذكرها اعمل سيرش انت بعدي. روح على الانترنت طلع الروايات نصوص الروايه واحفظها عندك وانشرها في كل مكان اذا فيك تعقب عليها بعد نور على نور نشوف الانسان اللي يخدم الامام المهدي ايضا روايه اخرى عن الامام الصادق عليه السلام عن اب عن ابائه عليهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه واله لعلي عليه السلام يا علي واعلم خطاب النبي لامير المؤمنين هي رساله من النبي وعلي عليهم السلام الينا يا علي واعلم ان اعظم الناس يقينا قوم يكونون في اخر الزمان. يعني الظاهر والله العالم اننا في اخر الزمان. الناس اللي عندهم يقين هذه مفرده اليقين مهمه جدا تحتاج الى تامل شنو يعني يقين؟ مو يعني علم. مو يعني تصور، عنده تصديق. يعني درجة انا عندي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين درجات في درجات اليقين مهمة هذه. ومو كل انسان يفهم هذه الدرجات، بس تدخل في علوم اهل البيت، اهل البيت يرونك اهل لمزيد من المعرفة هم يفتحون لك الباب. تجد روايات من هنا وهناك، تفتح عليك الابواب. يقول يا علي وأن أعظم الناس يقينا يعني الدرجة الكبيرة باليقين من قوم يكونون في آخر الزمان وقد نكون نحن منهم في آخر الزمان لم يلحقوا النبي وحجب عنهم الحجة النبي ما شافه لم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وآله هذا واحد وحجب عنهم الحجة يعني إمام زماننا محجوب عنه كل اللي كانوا في أصحاب الأمة زمان الرسول الامام علي الامام حسن الامام الحسين كل الامه سلام الله عليهم اصحاب التقوا بهم هسه على وجود المشاكل والازمات والحروب والقتل والتشريد والسجن والاباده كل الحروب اللي كانت على اهل البيت ولكن الشيعه كانوا بالنتيجه الامام موجود حتى اذا صعب الوصول اليه احنا محجوب عنا الامام احنا صدقنا برسول الله لم نلحق برسول الله وامام زماننا محجوب عنا فآمنوا بسواد في بياض هذول الناس أعظم الناس يقينا شوف آمنوا فآمنوا بسواد في بياض يعني ذول مغمضين لعيونهم باصم يقول لك أنا أبصم لك بالعشرة يعني ها هؤلاء سلموا لإمام زمانهم وتيقنوا من أهل البيت وآمنوا بأهل البيت وعقيدتهم راسخة وإيمانهم بمحمد وآل محمد بدون أي شيء تسليم المطلق هؤلاء الناس أعظم الناس يقينا يعني هذه العبارة مهمة جدا تشمل فترات مهمة من تاريخ الأمة ومن أصحاب الأمة فإذا أنت في هذه المرحلة لو كان لك يقين وإيمان بإمام زمانك هذا اليقين وهذا الايمان ليس بالامر الهين وانما هو امرا مهما هذه الدرجات وهذه المنازل تخبرنا رساله مهمه ان عقيدتنا بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي عقيده راسخه عقيدتي والتزامي وتوجهي بالامام المهدي وتسليمي للامام المهدي هذه درجه مهمه لازم احنا نغذي ارواحنا كيف ان الانسان يحتاج الى طعام وهذا الطعام يغذي الجسد الروح تحتاج الى غذاء والايمان يحتاج الى غذاء والعقيده الصحيحه تحتاج الى غذاء كل هذا الغذاء انما نحن نحصل عليه بروايات اهل البيت اجمل واروع غذاء لعقيدتنا لايماننا وليقيننا هذا الذي يقول عنه الامام الصادق فامنوا بسواد في بياض هذا التسليم المطلق تعرف يعني يقول الامام اعظم الناس يقينا الانسان اللي عنده هذا الايمان بالامام المهدي اللي عنده هذه العقيده طبعا اقول هذا الكلام والناس وأهل المناصب وأهل الرئاسات وأهل الدنيا وأهل المصالح والناس اللي يبحثون على المنصب واللي يضربون بعضهم الآخر والذي والذين يتهافتون على الدنيا وعلى جمع الأموال وعلى كل هذه المصائب والمحن الناس وين رايحين؟ الناس وين متوجهين؟ وصاحب الزمان أين؟ وين الامام المهدي؟ اين العقيده بالامام؟ يا ناس يا مساكين يا شيعه يا ما تعرفون عظمه امام امام زمانكم اين يقينكم؟ اين ايمانكم؟ اين عقيدتكم؟ اين تسليمكم المطلق لحجه الله؟ لك يا بشر تنام بالليل تقعد الصبح ماكو شي تنام الليل صبح في امان الله حملوك على الاكتاف لا اله الا الله يا ابن ادم كافي طغيان كافي الجبروت كافي الظلم كافي الجور ارجع إلى رشدك انتبه راجع نفسك يا ابن آدم شوف أصلك شنو وين متوجه وين نهايتك تعال في آخر حياتك عدل عقيدتك صحح عقيدتك تعال اجعل هذا اليقين هذا سواد في بياض تعال اجعل هذا التسليم المطلق للإمام المهدي حتى نرتقي ونرتقي ونرتقي نتمكن نتمكن بالاراده بالمتابعه بالطلب المدد من الله ومن اهل البيت يا ابا صالح المهدي ادركني واغثني كرر هذه الكلمه اغثني يا صاحب الزمان ادركني يا حجه الله نورني يا بقيه الله اطلبوا من الامام المهدي ينوركم يعطيكم المدد يعطيكم المعرفه وانتم ايضا ابذلوا من انفسكم ستجدون النتيجه كبيره دعوانا لكم بالتوفيق والخير والسعادة دائما نتواصل على ذكر بقية الله الحجة ابن الحسن صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء أرواحنا لتراب مقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين دائما ابدا نقول بالبدايه والنهايه اللهم عجل لوليك الفرج نلتقي دائما على حب سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان وندعو له بالفرج ونقول اللهم عجل لوليك الفرج حياكم الله Oh